تدمير صاروخ باليستي وأربع مسيرات مفخخة استهدفت السعودية وتجدد المواجهات في جبهة رغوان بمأرب. وسط احتجاجات لليوم السادس تعز تؤيد مطالب عدن وحضرموت وتدعو الحكومة والتحالف إلى تحمل المسؤولية. التعاون الخليجي يدعو إلى استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وعودة الحكومة إلى عدن وتحذيرات من عودتها بلا ضمانات. نشرة الأخبار من قناة يمن شباب، معكم صفاء عبد العزيز وعمار الروحاني. والبداية من الميدان من مأرب، حيث تجددت المواجهة العنيفة بين قوات الجيش الوطني مسنودا برجال القبائل من جهة وميليشيا الحوثي الإرهابية من جهة أخرى في جبهات مأرب وسط خسائر في صفوف الميليشيا. نعم، وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش والمقاومة خاضت مواجهات عنيفة ضد الميليشيا في جبهة رغوان، وأضافت أن المواجهات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين الحوثيين. قال قائد لواء 63 في شبوة العميد صالح لقصم إن قوات الجيش الوطني والمقاومة على حدود المحافظة وفي جبهات ناطع ونعمان بالبيضاء على أتم الجاهزية لدحر ميليشيا الحوثي الإرهابية. الجيش الوطني والمقاومة المساندة له في جبهات ناطع ونعمان بأن الأمور مبشرة إلى خير، وأن المعنويات عالية، والناس رتبوا صفوفهم، وبإذن الله عيونهم لم تكن على البيضة فحسب، ولكن بقية محافظات اليمن التي لا زالت تحت الميليشيات الإنقلابية، والمعنويات عالية للجميع، ونطمن أهلنا في الداخل والخارج بأن الناس جاهزة ومستعدة، وبإذن الله عز وجل النصر قريب. هذا وأكد قائد اللواء 63 العميد صالح لقصم أن شبوة كبدت ميليشيا الحوثي الإرهابية في السنوات الماضية هزيمة ساحقة، مشيرا إلى أن جاهزية المحافظة لتكرار الدروس التي سبق أن لقنتها الميليشيا الإرهابية. وأشار إلى أن مزاعم الميليشيا حول سيطرتها على مناطق في شبوة تأتي في إطار الحرب النفسية. والميليشيات الحوثية بالنسبة لهم يكذبون كما يتنفسون بأنهم في بيحان أو في الحدود الشبوة الأمامية، ونقول هيهات لهم أن يدخلوا شبوة عموما أو بيحان خصوصا، فإن الحوثي قد جرب الأبناء بيحان خاصة وشبوة عامة ولقنوه الدروس التي لا يمكن أن ينساها. والكل يعلم أن شبوة وبيحان ليس للحوثي حاضنة أبدا. أعلن التحالف العربي عن اعتراض صاروخ باليستي وطائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين نحو جيزان في السعودية. وقال التحالف إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت أربع مسيرات مفخخة، إضافة إلى تدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الإرهابية نحو السعودية. عما وأكد التحالف إن محاولات الميليشيا المدعومة من إيران عدائية تستهدف المدنيين بطريقة متعمدة. وإلى عدن، حيث تتواصل التظاهرات المطالبة بتحسين الخدمات والأوضاع المعيشية،
والحد من انهيار العملات المحلية لليوم السادس على التوالي. مصادر محلية قالت ليمن الشباب إن مئات المحتجين في عدد من مديريات عدن بينها مديرية كريتر كسروا حالة الطوارئ وخرجوا في مسيرات تزامنا مع انتشار أقل حدة لعناصر الميليشيا. وطالب المتظاهرون بتوفير الخدمات ووقف الانهيار الاقتصادي وتحميل الانتقالي والحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع. وافادت المصادر أن ميليشيا الانتقالي نفذت حملة مداهمات واسعة بمديريات المنصورة والمعلى وكريتر والقلوعة، واختطفت عشرات الشبان من الشوارع والمنازل وسط دعوات لتنفيذ عصيان مدني يوم غد السبت. نجا الشيخ اليافعي رشيد العمودي من عملية تصفية مدبرة في العاصمة المؤقتة عدن من قبل ميليشيا الانتقال. في عدن لا تحتاج ميليشيا الانتقالية الإماراتي لتوقيت معين حتى ترتكب جرائمها بحق الشخصيات القبلية والمواطنين من مختلف شرائح المجتمع وأقطار البلاد التي حولت الميليشيا شمالها وجنوبها إلى ساحات لممارسة هوايات القتل والغطرسة والاعتقال. الثانية عشرة بتوقيت الجريمة ظهر الاثنين الماضي كان الشيخ اليافعي رشيد العمودي على موعد مع عملية تصفية مدبرة في العاصمة المؤقتة عدن، بيد أنه تمكن بمحاذاة القدر من إنقاذ نفسه وإفشال المحاولة. محاولة تصفية العمودي كانت أثناء مروره بالشارع العام حين تفاجأ بوابل من الرصاص الحي أطلقه صوب سيارته جنود تابعون لقوات طوارئ أمن عدن التي يقودها المدعو محمد الخيلي، كما يقول الشيخ العمودي في بيانه الصادر بعد الحادثة. العمودي الذي أوضح أن نجاته من الموت المحقق ترجع إلى تصرفه الحكيم ورفض المارة لما قامت به قوات الانتقالي، إضافة إلى تدخل قوات مديرية دار سعد. استنكر هذا العمل الاستفزازي مذكرا قيادة الانتقالي أن وجود أجهزة الأمن تكون لحماية المواطن لا لقتله وإرهابه. واللافت فيما خرج به الشيخ اليافعي هو تأكيده على تصفية هذه القوات غير القانونية للكثير من رموز يافع وأبناء الوطن بطرق استهداف لا يحالف حظ النجاة فيها من يضعه الانتقالي على منظور عملياته الاغتيالية. ما قاله الشيخ العمودي لا يجهل معناه حتى أولئك الذين أعمت التبعية والموالة أبصارهم، فجرائم الانتقالي بحق المواطنين خرجت عن السرية لتظهر علانية مدى وحشية هذه الحفنة وتحديها لكل قوانين الإنسانية وتشريعات الله. وكلما مرت الأيام تتصاعد حدة الجريمة وتزداد شهية الانتقالي لارتكاب المزيد، ساعيا بدعم الدراهم والحقد الإماراتي لفرض حجمه على من عجزت الحكومة عن التواجد بينهم رغم اتكائها على عكازة تحالف دعم الشرعية كما تدعي المسميات. إلى حضرموت حيث قتل متظاهر برصاص قوات ما يعرف بالنخبة المدعومة من الإمارات خلال تفريقها مسيرة احتجاجية أمس الخميس في مدينة الشحر. وقالت مصادر محلية اليمن شباب إن محتجا قتل برصاص قوات النخبة خلال تفريقها مظاهرة طالبت بإطلاق سراح معتقلي الأحداث على ذمة الاحتجاجات التي شهدتها المحافظة خلال اليومين الماضيين. وسبق ذلك أن قتل متظاهران آخران خلال تفريق قوات النخبة لمظاهرة شهدتها مدينة المكلا احتجاجا على تردي الأوضاع وانقطاع الكهرباء وانهيار العملة الوطنية.
إذا الصحفي علي الحلاقي يطلعنا أكثر على وضع المظاهرات هناك. بداية سيد علي الحلاقي أهلا، أو عفوا الحلاقي أهلا وسهلا بك معنا. إذا بداية معلومات تتحدث عن محاولة الأمن تفريق المحتجين بالمكلا، هل بإمكانك إضافة مزيد عن من المعلومات عن الموضوع؟ مساء الخير أولا عليكم. نعم أهلا وسهلا بك. شهدت مدينة المكلا اليوم مظاهرات في بعض الشوارع في مدينة المكلا، على إثرها روايات تتحدث عن قتيل هو يعني في جريح تم إسعافه إثر يعني إطلاق العيرة النارية على المتظاهرين. تم إسعاف هذا الجريح إلى مستوصف المدينة وسط مدينة منطقة الشرق. إذا هنالك جريح أو جرحى؟ هنالك جريح واحد أو جرحى؟ عن وفاته، لكن الطاقم الطبي تم إسعافه إلى مستشفى ابن سينا المركزي، وتم إنعاش المصاب واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، وهو على قيد الحياة ولكن إصابته إصابة خطيرة. نعم. إذا هنالك جريح واحد؟ جريح واحد في مدينة المكلا اليوم، لكن إصابته إصابة خطرة. أما بخصوص قتيل مدينة الشحر، هناك البارحة محتجين أمام مركز العلي الأمني بمدينة الشحر، طالب المتظاهرين بإطلاق أبنائهم المعتقلين بسبب المظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها المديرية خلال اليومين السابقين، وتم الإفراج عن المعتقلين. وتتحدث المصادر أنه تم إطلاق رصاص من شخص مجهول يستقبل دراجة نارية على بوابة المركز، مما أدى إلى وفاة إصابة شخص شاب فارق الحياة في أحد مستشفيات الشحر، ولم يتسنى للصحفيين التأكد من مصادر مستقلة أو حقوقية مدى صحة هذه الروايات. ورواية أخرى تتحدث أن شهود عيان يتحدثون عن إطلاق رصاص من قبل الجنود على المحتجين، ولكن هذه الرواية تم نفيها من مصدر أمني مستقل، وأن القتيل أصيب من شخص مجهول وتم تصويره من قبل الكاميرات المراقبة، ولم يتسنى التعرف على هذا هوية هذا الشخص المجهول لحد هذه اللحظة. ولحد الآن إجمالي القتلى هم قتيلان وخمسة جرحى أو جريحان. نعم، هل لازالت مدينة المكلا تشهد مظاهرات في هذه اللحظة؟ السلطات قامت أمس البارحة الخميس باتخاذ قرار حظر السجوال الجزئي الذي يبدأ من الساعة الثامنة ليلا حتى السادسة صباحا. أدى القرار إلى شل حركة المحلات التجارية في وسط المدينة وشل حركة السير، مما أدى إلى إضعاف المحتجين وعدم خروجهم. لكن المحتجين يحاولون أغلاق الشوارع في ليلة الظهيرة وفي الصباح وإغلاق الشوارع، وتم اتخاذ أيضا قرار آخر بإغلاق المدارس يوم الأحد لمدة أسبوع. هذا القرار أتى بعد خروج الطلاب في انضمام الطلاب إلى المحتجين والمظاهرات الأسبوع الماضي، مما أدى إلى مدامة السلطات باتخاذ قرار إعطاء المدارس الحكومية والأهلية أجازة لمدة أسبوع من أجل تخفيف حدة المظاهرات التي خرجت تحتج على المنظومة الخدماتية، ومن ضمنها منظومة التيار الكهربائي الذي ينقطع لفترة ساعات طويلة في ظل ارتفاع درجات الحرارة تشهدها مدينة المكلا وساحل حضرموت، مما أدى إلى 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 خروج هؤلاء اللي يطالبون بتوفير أدنى الخدمات، أدنى مستوى الخدمات من قبل السلطات المحلية التي تحتج بأن الحكومة لم توفر لها الإمكانيات اللازمة. إذن المتظاهرون صلاحيات كافية. نعم. رغم أن السلطات تمتلك صلاحيات كافية بتوفير التيار الكهربائي. نعم، إذا المتظاهرون الآن ملتزمون بالحظر الجزئي من الثامنة مساء. أيوة، في مدينة المكلا وسط مدينة المكلا
اغلب المحلات التجاريه اغلقت تماما امام الناس في وسط المدينه، لكن المناطق ضواحي مدينه المكلا منطقه قوه وضواحيها لحد الان المحلات والمطاعم والمحلات التجاريه لا زالت مفتوحه امام الناس ولا زالت حركه السير على ما هي، ولكن السير يعني حركه السير قلت نوعا ما خصوصا عند دخول ساعه دخول الحظر حيز التنفيذ، ولكن المواطنين لم يطبقوا هذا الحظر نظرا لما تشهده الظروف المعيشيه للمواطنين. نعم. ادى الى ان المحلات اكثرها او الناس يعملون لساعات متاخره من دخول الحظر، وسوف يستمر الحظر الى اشعار اخر لتخفيف حده التوتر وخروج المتظاهرين والمحتجين. نعم. للشوارع لاغلاقها وارسال رساله للسلطات ان الاوضاع غير مقبوله وغير مقبوله ويجب من اصلاح الوضع. نعم، وضحت الصورة سيد علي الخلاقي، أعتذر منك، يجب أن أنهي الاتصال. الصحفي علي الخلاقي، قدمت لنا الكثير من المعلومات، شكرا جزيلا لك. وما زلنا في حضرموت، حيث أدانت مؤسسة البادية للتنمية والأعمال الإنسانية بحضرموت محاولة إقحام مؤسسة المجتمع المدني في أعمال الشغب والاحتجاجات والتي تشهدها المحافظة. وقالت المؤسسة في بيان لها إن مقرها بمديرية القطن تعرض لاعتداء مؤسف وغير مسؤول أثناء المظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها المدينة والتي خرجت امتدادا للاحتجاجات في باقي مديريات حضرموت. المؤسسة قالت إنها تفاجأت بحرف مسار التظاهرة من المطالبة بتغيير الوضع الاقتصادي المتردي إلى القيام بأعمال الفوضى والشغب واقتحام المؤسسات، مشيرة إلى أن المتظاهرين تعمدوا اقتحام مجمع البادية رغم نداءات لإدارة المؤسسة وحراسة المجمع بعدم اقتحام مقرها الذي يعد سكنا للطلاب ويضم معهد النجاح للرجال والنساء. وتعرض المقر للرشق بالحجارة من قبل المحتجين بعد محاولة منعهم من دخوله، ما تسبب في تكسير زجاج المبنى ووصول الحجارة لمكاتب إدارة معهد النجاح للنساء وغرف سكن الطلاب. وإلى تعز، حيث أكد متظاهرون في المدينة تأييد أبناء المحافظة لمطالب الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها محافظة حضرموت وعدن خلال الأيام الأخيرة، تنديدا بتردي الأوضاع الأمنية وغياب الخدمات وتدهور الأوضاع الاقتصادية. جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نفذوها أمام المبنى المؤقت للسلطة المحلية وسط المدينة، وانتقدوا خلالها الدور السلبي للحكومة الشرعية ومسؤوليها تجاه أبناء المحافظات المحررة وتجاهلها لمعاناة السكان واحتياجاتهم. كما ندد المحتجون بتخاذل المملكة العربية السعودية راعية التحالف العربي وتآمر الإمارات على اليمن المتمثل في العبث بمقدراته وتعطيل منشآته ونهب ثرواته ودعم الميليشيا التخريبية لإثارة الفوضى. وحمل المحتجون قيادة التحالف وحكومة معين عبد الملك مسؤولية الفوضى المنظمة والفساد في مؤسسات الدولة، مشددين على ضرورة أن تخرج قيادة البلاد من مربع الصمت المريب الذي كبد وسيكبد اليمنيين المزيد من المعاناة. ونحن من هنا تضامنا مع أبناء عدن الذين انتفضوا ضد سياسة التحالف وضد سياسة الحكومة الشرعية وضد عبث وفوضى ميليشيات الانتقالي اليوم التي تقتل أبناء عدن. التضحيات اليوم تسطر بأروع النضالات بدماء أبناء عدن من أجل تصحيح مسار هذا التحالف الذي جاء لتحرير هذا البلد. اليوم البلد يعاني انهيار في العملة اليمنية، واليوم البلد يعاني انهيار في كل المجالات، في كل ما صنعه هذا التحالف الذي جاء لينقذ الشرعية ويعيدها. اليوم يصنع ميليشيات خارج إطار الشرعية لتخدم مشاريع انفصالية ومشاريع خاصة بهم. بالنسبة للتحالف الذي جاء لإنقاذ اليمن ولطرد الحوثيين، هو زاد الطين بلة واحتل المناطق اللي هي محررة وتردت الأوضاع إلى أوس يعني إلى أدنى حد. نحن الآن
الشعب اليمني في حالة أشبه بالمقاعة وأقرب منها. رسالتنا لعبد ربه والتحالف، اتركوا هذا البلاد حرر مصيرها، ارجعوا شرعية إلى الثوار، إلى ساحة الحرية، إلى ساحة التصحيح. هؤلاء الثوار يستطيعون ابن الوطن أن يعيدوا لهذه اليمن هيبته. اتركونا في حالنا فنحن قادرون على بناء وطننا. دعا مجلس التعاون لدول الخليج العربية الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى استكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض وتهيئة الأجواء لعودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن. وقال المجلس في بيان إن تنفيذ اتفاق الرياض ضمانة لتوحيد الصفوف لمختلف أطياف الشعب اليمني وحقن الدماء ورأب الصدع بين مكوناته ودعم مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراره. وبحسب البيان الختامي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي لدورته 149، جدد المجلس دعوته طرفي اتفاق الرياض إلى استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق وتهيئة الأجواء لعودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة أعمالها وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة لتحقيق تطلعات الشعب اليمني وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن وتعزيز قدرتها على استعادة سلطة الدولة اليمنية ومؤسساتها في كافة أنحاء البلاد. هذا وحذر مراقبون من أي عودة للحكومة التي يشارك فيها الانتقالي إلى العاصمة المؤقتة عدن قبل تنفيذ بنود الشقين العسكري والأمني من اتفاق الرياض. وفي بيان لها مساء الخميس شددت الرباعية الدولية بشأن اليمن على عودة الحكومة إلى عدن، كما رحبت بدعم السعودية والإمارات بسرعة تنفيذ اتفاقية الرياض المتعثر منذ توقيعه في 5 نوفمبر من العام 2019. هذا وأكد سفراء دول الرباعية الدولية وهي السعودية والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، أكدوا خلال اجتماع في الرياض التزام دولهم بتقديم الدعم للحكومة اليمنية وذلك عبر اللجنة الاستشارية الفنية الخاصة بالجانب الاقتصادي، كما طالبوا بسرعة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للبدء بتحقيق الاستقرار الاقتصادي في اليمن. مراقبون اعتبروا العودة المرتقبة للحكومة دون أي اعتبار لتنفيذ الشق العسكري محاولة من السعودية والإمارات لإنقاذ الميليشيا التي باتت في مأزق مع تصاعد الاحتجاجات. قتل عنصر في قوات المجلس الانتقالي بمدينة زنجبار في محافظة أبين وأصيب آخر اليوم إثر تعرضهم لعملية إطلاق من قبل حراسة قيادي عسكري على خلفية مطالبتهم بصرف مرتباتهم. جاء ذلك بعد مشادات مع أحد أفراد حراسة قائد كتيبة في القوات المتمركزة بمدينة زنجبار على خلفية مطالب الأفراد بصرف مرتباتهم المتأخرة بحسب مصادر محلية. استعادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر سيارة تابعة للجنة في محافظة لحج بعد استيلاء مسلحين عليها. وقال الناطق باسم اللجنة بشير عمر إن استعادة المركبة جاء بتعاون من السلطات في المنطقة وقيادات اجتماعية دون الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى. قالت المنظمة الدولية للهجرة إنها رصدت نزوح 385 أسرة يمنية خلال أقل من أسبوع، وذلك جراء تصاعد القتال في محافظة مأرب وتعز والحديدة. وأضافت في تقريرها الأسبوعي حول حالات النزوح أنه بين 5 و11 سبتمبر الجاري تتبعت مصفوفة النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في اليمن 385 أسرة نزحت مرة واحدة على الأقل. وأشارت إلى أن أكبر عدد لحالات النزوح تم تسجيلها على التوالي في محافظة مأرب بعدد 264 أسرة، وفي الحديدة 56 أسرة، وفي تعز 30 أسرة.
يتلقى أكثر من 516 طالبا وطالبة في مخيم الخرش بمحافظة مأرب تعليمهم في العراء، مفتقدين إلى أبسط مقومات التعليم وأدنى احتياجات الطالب المدرسي، فيما تقوم مجموعة من المعلمين والمعلمات بتدريسهم بشكل طوعي في ظل تجاهل السلطات المحلية والمنظمات الإنسانية لواحدة من أكبر المآسي التعليمية في المحافظة. عندما لا تستثني الحرب أحدا يدفع هؤلاء الثمن أكثر من غيرهم، حيث بدا لهم أن النزوح إلى مخيم الخراشي ليس نهاية المطاف. كي يعبروا إلى المستقبل لابد عليهم أن يحملوا الحقائب ويخرجوا إلى العراء لكتابة فصل جديد من النزوح العابر للسلين، حيث باتت الصحراء متسعا أخيرا والشمس سقفا وحيدا لما مجموعه 516 طالبا وطالبة. كحال الطالبة أثير ذات الصف الرابع وهي تتوجه كل صباح إلى فصلها المتواجد ضمن هذه الفصول المفتوحة على الشمس والهواء، غير أن ما تقوله أثير يثقل كاهل الحلم ويجعل الحياة التعليمية في هذا المخيم كما الصحراء جرداء من كل شيء. نشتي ندرس مثل ما الناس يدرسوا كل المدارس، نشتي برادات سمني يكون نسكو بلا نحن ونشرب، نشتي دفاتر، نشتي شنط، نشتي الكتب، نشتي حاجة تحق المدرسة، نشتي احنا كنتيرة تظلون احنا من الشمس كل يوم، وانا روح مريضة من الشمس. ليست أثير وحدها بل رفيقتها المتواجدة على الضفة الأخرى من الصف الخامس الابتدائي تشكو أيضا مرارة الوضع الدراسي في أجواء تحاصرها المتاعب. على من تشايفن بهذا الحال بين الشمس نجي الساعة 7 بعدين تبتعد الظلال ونجلس بين الشمس مثل ما تشوفون عطش، احنا ندوخ بالطلاب والطلاب بعضهم يروحوا مريض وبعضهم ما يدوش الرواتب، ما يدوش الرواتب، اللي بنو يمرض ما بش رواتب، واللي معه 9 أولادي ما يقدرش يدرسهم. أكثر من مدارس رحنا وهم يرجعونا يقولوا المدارس أكثر هي ملأ، والآخر جينا ندرس أنا بين الشمس معانا صبورة كراتين ما بلا نقرطص ونكتب بيننا. معظم المعلمين في هذا المخيم يعملون بشكل طوعي ويشتكون من قلة اهتمام السلطة المحلية وتجاهل المنظمات الإنسانية لواحدة من أخطر القضايا التي تضع الجميع أمام امتحان أخلاقي وإنساني كبير. إلى جانب المعاناة التي نعانيها لا يوجد لنا مبنى كان درس الطلاب فيه، لا يوجد لنا كتاب مدرسي، لا توجد صبورات، لا يوجد تعاقد مع المعلمين، كل المعلمين لحد اليوم وهم متطوعين ولا حد اليوم ولن تتجاوب معنا الجهات المختصة في مكتب التربية في إدارة المركز التعليمي إلى المنظمات الإنسانية. واقع يعكس عمق الأزمة التعليمية في البلاد سيما في محافظة مأرب التي خرجت مدارسها عن الطاقة الاستيعابية بحسب السلطة المحلية. في هذا العراء المفتوح تحت أشعة الشمس الحارقة يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، هكذا يبدو الحال في هذا المخيم. إذا ما أراد الأطفال أن يتعلموا فعليهم أن يشقوا الدروب القاسية جدا. لسان حالهم من حقنا أن نتعلم، لكن ليس من حق العالم أن يتركنا لكل هذا العناء. أشرف الهاملي، ليمن شباب، مأرب. رياضيا، حصد فريق اليرموك نقاط الفوز على شعلة عدن بسبب غياب الفريق عن مبارياته في الدوري على ملعب الخليفي في عتق. وبعد حضور نادي اليرموك إلى ملعب الخليفي في عتق كسب الفريق أولى مبارياته الرسمية ضمن المجموعة الثانية للدوري الدرجة الأولى الذي يقيمه اتحاد كرة القدم بعد عدم حضور فريق شعلة عدن لملعب المباراة. يحتسب حكم اللقاء الوقت القانوني، بعدها أطلق الحكم صافرته بفوز اليرموك بثلاث نقاط بدون عناء. كما اكتسح نادي فحمان أبيان منافسة العروبة بأربعة أهداف مقابل هدف في مستهل مشاركتهما في بطولة الدوري الوطني لكرة القدم اليوم ضمن لقاءات المجموعة الأولى التي يحتضنها الملعب الأولمبي بسيئون.
لنا ختام هذه النشرة مشاهدينا، وهذا تذكير بأهم عناوينها. تدمير صاروخ باليستي وأربع مسيرات مفخخة استهدفت السعودية، وتجدد المواجهات في جبهة رغوان بمأرب. وسط احتجاجات لليوم السادس تعز تؤيد مطالب عدن وحضرموت، وتدعو الحكومة والتحالف إلى تحمل المسؤولية. التعاون الخليجي يدعو إلى استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وعودة الحكومة إلى عدن، وتحذيرات من عودتها بلا ضمانات. بهذا وصلنا إياكم مشاهدي الكرام إلى ختام نشرتنا الإخبارية، نشكركم على طيب المتابعة. إلى اللقاء. في أمان الله.